فلاش الكان على أنفا سبايس، أهلا بكم. يجري المنتخب الوطني المغربي آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب أوغنز دينز استعدادا لمواجهة الغد أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة التي تجمع المنتخبين برسم الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكوت ديفوار، وتتطلع العناصر الوطنية لحسم بطاقة التأهل مبكرا لدور الثمن النهائي. رشح الإطار التونسي لسعد جرد الشابي 3 منتخبات للتتويج بكأس أمم أفريقيا الحالية، ويتعلق الأمر بكل من منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا والمنتخب الوطني المغربي. واعتبر لسعد جرد الشابي أن المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز للتتويج بهذه النسخة، قائلا إن المنتخب المغربي لن يوقفه إلا المنتخب المغربي، في إشارة منه إلى أن أسود الأطلس هم المرشح الأبرز للتتويج بهذه النسخة من الكأس الإفريقية. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مدة غياب نجمه محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في المقابلة الأخيرة التي جمعت الفراعنة أمام منتخب غانا برسم الجولة الثانية من منافسات كأس أفريقيا أول أمس الخميس. وأوضح المنتخب المصري في بيان له أن محمد صلاح سيغيب عن المباراتين القادمتين للمنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا. تخوض 3 منتخبات عربية اليوم السبت 20 يناير مباريات هامة في منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكوت ديفوار، ويتعلق الأمر بمنتخب الجزائر وتونس وموريتانيا، وهي مباريات هامة لتحديد مصيرها في المنافسة الإفريقية. كانت هذه آخر أخبار الكان، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.